وبما اننا النهارده في مطبخ الصحبجيه هنقدم تقرير هنشوف فيه ابداع مطبخ الهام نصر. بشكرها فيه جدا على وجودها معانا في فقره الصحبجيه، وما اقدرش انسى الشكر لجروب خليك مشهور والمستشار حسن حميد رئيس جريده ماس الشرق على اتاحتهم الفرصه للنجوم المختبئه للظهور معانا في الصحبجيه. شكرا لكم. الاعلان التقرير هينزل. يا ملتقى الصحبة يا لاليلي، يا وردة في الصحبة يا لاليلي، يا ملتقى الصحبة يا لاليلي، يا وردة في الصحبة يا لاليلي، منورين في القعدة تملي. جريدة ألماس الشرق، ملتقى للأسرة العربية، جريدة ثقافية اجتماعية فنية رياضية. رئيس مجلس الإدارة حسن حميد. تعملي أكلة شهية وتكون لذيذة وغنية، تابعي معايا الوصفات دي على قناة إلهام نصر في اليوتيوب. هتشوفي معايا أحلى وأجمل وأشهى الوجبات. هنعمل مع بعض الحلو وكمان هنعمل الحلو. هستناكي تزوريني القناة، قناتي على اليوتيوب اسمها إلهام نصر بالإنجليزي، فيها كل الوصفات. هعمل معاكي دوت باشا وكمان كوباية البسكوت لشرب القهوة ووصفات تانية كتير. هستناكي غير الطوابق وكمان الكافي. بقى على الحل عندنا كيكة السينابون، ويا سيدي يا سيدي على كوباية البسكوت لشرب القهوة. أما بقى كرات الكيك المغطاة بالشوكولاتة حاجة كده جنان. وهنعمل مع بعض كمان تورتة الميفي، أجمل تورتة ممكن تعمليها. ويا سيدي كمان على المحشي هعمل معاكم أشهى الأكلات وكمان أحلى الوصفات. ويا سيدي على طاجن البطاطس بأوراك الفلافل، ادخل بقى هنا على المعجنات. هعمل معاكم أشكال من البيتزا ولا المشاوي للغاوي. تعالوا بينا واتفرجوا على قناتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابة أعرفكم بنفسي، أنا اسمي إلهام نصر، خريجة أعلام قسم إذاعة وتلفزيون وعلاقات عامة. اتخرجت سنة 2004. بعد تخرجي اشتغلت في مجال الدعاية والإعلام. بعدها على طول تزوجت وربنا رزقني بثلاث أولاد. في الفترة دي فكرت إن أنا أتفرغ لتربية أولادي وأسيب الشغل. بالفعل سبت الشغل وابتديت أتفرغ لأولادي. وبعدها بعد سنين ما عدت ابتديت أفكر إن أنا أرجع أشتغل مرة تانية. وقتها جت كورونا. قلت يبقى ملياش نصيب. فكرت ان انا اقدم هواية من هواياتي ان استفاد منها، وكانت هي الطبخ. بالفعل ابتديت افتح قناة على اليوتيوب وانزل فيها بعض الوصفات، وكان الغرض منها ان افيد الانسات القادمات على الزواج وكمان ربة المنزل. عندي حلم صغير بتمنى ان ربنا يكرمني فيه، وان انا اعمل مشروع صغير على قدي في مجال الطبخ. اسمحولي من هنا حابة أوجه جزيل الشكر للمستشار حسن حميد رئيس مجلس إدارة ألماس الشرق على دعمه المتواصل
واتاحت الفرصة ليا اني اخاطب الجمهور من خلال شاشة برنامج الصحبجية مع الأستاذة الجميلة أسماء المهدي والأستاذ عماد النمر. ما تنسوش ياريت تخشوا على اللينك بتاع القناة بتاعتي هنزله لكم، وياريت تخشوا وتشوفوا الوصفات بتاعتي وتقولوا لي رأيكم فيها. كنت معكم إلهام نصر، دمتم في رعاية الله.